السلام عليكم ورحمة الله. أجمل ما قيل عن كلام الناس: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، تبسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا جبان ولو كان مقتدرا لانتقم، تشجعت وبسلت فقالوا لطيش به وما كان مجترئا لو حكم. يقولون شذ إن قلت لا وإن معه حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لابد من أن أذم. حكمة سورية تقول: سأضع كلام الناس تحت قدمي، كلما زاد كلامهم ارتفع قدري ومقامي، تركتهم يتحدثون من خلفي لأنني على يقين بأنهم لا يملكون الجرأة لمواجهتي.